المركز الثالث في ترتيب الهدف في توري. با 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 بروعة بروعة توري بكل هدوء بكل رصانة وبذكاء. الكرة على الجهة اليسرى من باولو كاتانيغا. مانشستر سيتي متفوق على ساوثامبتون بهدف مقابل صفر بعد 3 دقائق لعب. يايا توري يستلقي رصيده 18 هدف بعد لويس سواريز ب 29 ودانيال ستوريج ب 20. يايا توري انت فنان وهداف ورائع. اوف حطها في الجهة اليسرى ببراعة فائقة في بداية هذه المباراة. 3 دقائق لعب. مانشستر سيتي في ملعب الامارات متفوق في مانشستر متفوق على ساوثامبتون بهدف مقابل صفر. اول كرة واول لقطة شوف لعادة ايدنزيكو المراوغة واليمنى ايضا ليصبح الامر 4-4 زائد واحدة مسجل 10 اهداف. هل سيتمكن ريكي لومبير من تعديل النتيجة امام جوار؟ جوار يتحرك كثيرا. صعب على لومبير صعب على لومبير قد يضيع. اوب اوب يسجل لومبير ببراعة على يسار جوار يعدل النتيجة فريق ساوثامبتون بفضل ريكي لومبير وفرحة جماهير ساوثامبتون. هدف مقابل هدف صارت النتيجة نتيجة منطقية إلى حد بعيد. إن لم نقل بأن ساوثامبتون يستحق أفضل في هذه المباراة. يبدو أن مان سيتي أرهقته مباراة لندن أمام أرسنال الأسبوع الماضي. ها هو يتلقى هدف التعادل رغم أن جوهار راح في اتجاه الكرة ولكن لومبير قوة التسديدة سمحت له بتعديل النتيجة صارت هدف لهدف. مباراة اليوم كم هي صعبة لمان سيتي. سامي المصري يا توري كرة في العمق بتسلم. اوب 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 اوب. سامي المصري جول جول. دافيد سيلفا لم يكن متسللا سيد الحكم. لعبة ثلاثية بل رباعية. دافيد سيلفا ببراعة للنصري يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي الهدف الخامس لسمير النصري. ما زلت أصر وأقول بأنه كان هناك وضع تسلل. شوف لعادة مرة ثانية. نعم 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 وضع التسلل هنا من سمير النصري من دافيد سيلفا لسمير النصري الهدف الثاني لمانشستر سيتي. اللقطة كانت سريعة. تسيكو لا 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 نعم دافيد سيلفا كان في وضع التسلل من التمريرة الثانية التي مررها له تزيكو وكيل سمير الناصري كان في القائمة الثانية لوحده. سمع تزيكو يرجع لسمير الناصري مرة ثانية يطلبها كولاروف. ناصري توغل هيلة منه. ناصري محتفظ بالكرة خرج له يا توري. ناصري يلعبها لكولاروف. هذه المرة ماهوش متسلل كولاروف والتوزيع وثالث جول جول تزيكو تزيكو تزيكو. هدف الحادي عشر لتزيكو الذي يسجل في رابع مباراة يسجل ثلاث أهداف على ساوثامبتون للمرة الثالثة. يسجل في أربع مباريات تزيكو. اللعبة رائعة. تزيكو في القائمة الثانية يسجل الثالث. هدفان في ظرف دقيقتين لمانشستر سيتي. ليس لم تكن متسللا هنا يا كولاروف. التوزيع على الطبق لتزيكو فاتو الحارس الصغير. غازانيغا ثلاث أهداف لهدف واحد لمانشستر سيتي على ساوثامبتون. أربع أهداف شاهدناها مهرجان مشاهدي الأفاضل عند الدقيقة 49. تزيكو البوسني يسجل الثالث الحادي عشر لمانشستر سيتي. كومباني البحث عن خيسوس نافاس. تمريرة ممتازة نافاس. با 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 جول 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 جول. يوفيتش يسجل الرابع ثواني بعد دخوله. يوفيتش يسجل الرابع لصالح مانشستر سيتي. يا لها من تمريرة ويا لها من لعبة من هناك. الأولى كانت أعتقد من اللاعب ناصري مباشرة لا من كومباني مباشرة للاعب خيسوس نافاس. كم هي رائعة هذه التوزيعة الدائرية الأرضية في القائمة الثانية. وجدت يوفيتش سهولة كبيرة في تسجيل الهدف الرابع بالنسبة لعناصر فريق مانشستر سيتي. 4-1 صارت النتيجة للمان. هدف يوفيتش هو الثاني له هذا الموسم مع فريق مانشستر سيتي قادما من فيورنتينا. اوه توزيعة من أروع ما يكون التوزيعات العرضية الأرضية بهذا